اليوم محاضرتنا عن الـ MRI أو جهاز التصوير بالرنين المغناطيسي أو Magnetic Resonance Image راح يكون عندنا. إذا في جهاز أهم من هذا الجهاز على وجه الكرة الأرضية في عملية التصوير فراح يكون جهاز اللي هو اسمه Functional MRI، وهذا نوع من أنواع التصوير بالرنين المغناطيسي. يعني ما في جهاز لليوم يعد أفضل وأقوى من جهاز التصوير بالرنين المغناطيسي. جهاز التصوير بالرنين المغناطيسي هو اللي أخذ النوعية أو جودة التصوير والسيفتي تبعها لليفل جديد تماماً، بيختلف عن الليفلز الثانية لأي جهاز آخر. هو المفروض أنه هذا صحيح من نيو موداليتيز، وصحيح أنه هذا الجهاز معقد في تركيبه عشان بالأخير يعطيك نتائج بسيطة وسهلة. كثير من اللي اشتغلوا على هذا الجهاز أخذ جوائز نوبل للعلوم وللفيزياء. طبعا هذا الجهاز عمل زي ما نحكي تقدم علمي كبير كثير كثير في مجال التصوير، خصوصا التصوير الحي او البث الحي اللي هو الفانكشنال ام ار اي. وبالنسبه لجهاز التصوير بالرنين المغناطيسي بيعتمد على عده اساسيات، منها بعض العلوم بالبيو، لكن الاساس الاهم اللي هو الفيزياء. وبيجي عندنا الاساس الثاني لجهاز التصوير بالرنين المغناطيسي اللي هو قدره الشخص على انه يقدر يعمل الدياجنوسز على هذا الجهاز. طبعا ما في شخص بيقدر يشتغل على هذا الجهاز الا وبحصل دائما على كل الميزات والخيرات العلميه والماديه من وراه. وطبعا الليفلز لجهاز الام ار اي هو ليفل عالي هسه، لانه جهاز الام ار اي اول شيء بالنسبه للسعر للاجهزه التصوير الموديلاتيز الاخرى فهو يعد يمكن من اضخمها او اغلاها بالمعدات او بالثمن. وبنفس الوقت هو جهاز حساسيته عالي جدا، بيختلف بحساسيته عن اي جهاز ثاني، ممكن انه شغلات بسيطه جدا انها تاثر فيه وراح نحكي فيها. من هاي الشغلات انه معادن، اذا كان في عندنا حتى على مستوى موجه لاسلكيه دخلت الغرفه من برا، موجه الخلوي، موجه التلفون، اي موجه لاسلكيه، موجه راديويه دخلت الهوم ممكن تعطينا تشويش. طبعا بنفس الوقت كمان ما ننسى انه درجه الحراره، البروده، تبريد الجهاز، لانه بيعتمد على اللي هو المعدن الموصل او المسميه اللي هو المعدن الموصل المثالي اللي بيكون تبريده طبعا للصفر المطلق فيها، بحيث انه يصير عنده مقاومته صفر حتى نقدر نوفر بكميات الكهرباء المنضخه مشان توليد المجال المغناطيسي الشديد الموجود عندنا. بتمنى ما يكونش الصوت واضح لدرجه انه الضجه طلعت هاي. تمام، فمنشان نوصل احنا زي ما حكينا باي مبدا لاي جهاز بدنا نوصل للكواليتي تبعه مشان نقدر نحدد المعايير والاهداف والادوات اللي بتلزم للقياس، لازم اعرف بشكل احسن عن الجهاز اللي انا بدي استخدمه. وجهاز الرنين مشان نبلش معه ونتعلم عليه صح ونعرف نحصر المواد او الاساسيات والادوات اللي بنفحص فيها. طبعا حاعطيه شوي، مش حاعطي فل الرنين، يعني انه حنعطي البيسك 100% والزياده اكثر شوي، يعني البيسك زائد زياده اكثر شوي لاهميه جهاز تصوير بالرنين. لكن بتمنى انه في المستقبل اي دورات بتجيك، اي تدريب، اي مؤتمرات، اي مناقشات اونلاين عاديه، اي شيء شاركوا فيها، دائما شاركوا فيها. الخبره تبعتكم العمليه بتزداد، والخبره المهنيه والتدريبيه تبعتكم كثير بتزداد معاها. جهاز التصوير بالرنين المغناطيسي. جهاز التصوير بالرنين المغناطيسي راح يكون معانا
هو عبارة عن سلسلة من الثقافات. جهاز التصوير بالرنين المغناطيسي له يعني سلسلة بالتطور تبعه. هسه دائما احنا نيجي نحكي عن التصوير والتصوير بالأشعة وهيك دائما أول ما بطرح لبالنا رونتينجن. هون بيختلف معانا النظام كامل. هون رونتينجن بعيد عن هذا النظام. هسه احنا أول إشي بنتعامل مع كهرباء بكهرباء، ما في عنا إكس راي، ما في عنا أشعة معينة، ما في عنا أي شيء، كل الموجود عنا مجال مغناطيسي. في عنا نوع بنسميه الفانديمنتال اوف فيزيكس. هاي الفانديمنتال اوف فيزيكس موجودة أصلاً ده شيء كانوا بالزمانات يعتبروه إنه نوعاً ما خرافة، اللي هو الكوانتم فيزيكس أو فيزياء الكم. التطبيق الحي أو المثال العملي على فيزياء الكم اللي هو التصوير بالرنين المغناطيسي. عشان هيك دائما نحكي إنه الرنين المغناطيسي هو ثقافة، هو عبارة عن عقول مفتحة أكثر من العادة. مش أي شخص حيقدر يتعامل مع هذا الجهاز إذا عقله مسكر. ما بنحكي ذكاء، ديروا بالكم، الذكاء هو شيء نسبي. احنا بنحكي عن ناس عقولها مفتحة. القصد بالعقول المفتحة بيكون الشخص مدرك لطبيعة العمل 100% اللي بيتعامل فيها ولحساسيتها، ماخذ الأمور بجدية كبيرة جدا في آلية العمل اللي هو عم بيتعامل مع جهاز الرنين المغناطيسي. كل ما تتعمق في العلم بجهاز الرنين التصوير المغناطيسي أو تنحكي في النظام المغناطيسي اللي هو الماجنتيك ريزونانس إيمج، ما بين اللي هي الترددية والتوافقية المغناطيسية، كل هاي الأمور كل ما تتعمق فيها أكثر، كل ما أنك بتكتشف أنك أنت عمالك بتوسع العالم اللي عمالك بتفوت فيه وعماله بكبر. ما في شخص لليوم قدر أنه يحصل على المعلومات 100% عن الرنين المغناطيسي، لدرجة أنه التنافس ما زال شديد وما زال كبير جدا جدا على جهاز التصوير الرنين المغناطيسي. لليوم لسه في عنا اكتشافات ولسه في عنا تطبيقات عملية وطبية وتشريحية وتاريخية وتأريض للعمر وكل اللي بدكم إياه ضمن جهاز التصوير بالرنين المغناطيسي. جهاز التصوير بالرنين المغناطيسي القدرات تبعته كل ما لها بتتوسع وبتكبر. وزي ما حكينا من آخر تكنولوجي موجودة عندنا جهاز اسمه الفانكشنال MRI. الفانكشنال MRI هو يمكن على تحديدنا بالزمن بنحكي انه آخر جهاز بالنسبة للرنين المغناطيسي، لكن بالحقيقة انه تم توزيع اكثر من هذا عندنا. بس ثانية واحدة. ألو، السلام عليكم. رجع الصوت. هي رجع. السلام عليكم. نرجع نكمل معنا وبحاول اني ما بلش بالفيديو هسه لانه الوقت اللي ضايل عشان السيشن الاولاني يخلص قليل، فبدنا نحاول هنا نرجع لجهاز الMRI. طبعا نيو موديلاتيز اللي حنأخذها احنا اللي هي الMRI والCT، زي ما حكينا هدول كثير حنركز عليهم. بالنسبة للألترا ساوند والنيوكلير ميديسين حنأخذ الفيري بيسكس تبعتهم، لأنه ضعف بالصورة ريزوليوشن، صعوبة التعامل، وبدها مور إكسبرت. وراح نكون احنا حنأخذ بس زي ما نحكي المساحات البسيطة جدا يعني اللي بنتعامل فيها هسه ضمن عمل الدراسه، يعني ضمن الوضع الدراسي تبعنا. لكن باذن الله تعالى ما بتطلع من الوضع الدراسي، بتفوت لقدام. المعلومات اللي اخذتوها حتكون بالنسبه لكم القيمه الكبرى منشان تقدر انك تبلش تبني عليها اساس. وطبعا اساس ضبط الجوده واحد، ما بيختلف ما بين جهاز او الجهاز الثاني. تمام، الاساسيات احنا بنحكي عنها واحد، انك انت لازم تعمل تحليل للعوامل الموجوده عندك، تحدد القيم الموجودة للجهاز، ترجع لمصدر أو مرجع معتمد لضبط الجودة، تأخذ هاي المعتمدات القراءات الموجودة عندك، تعتمد الآلية وضبط الجودة اللي هتشتغل عليها.
تحدد اللي هي الكيو سي الكيو الكواليتي كنترول تبعك لها ضمن الكواليتي اشورنس ضمن الكواليتي مانجمنت للمؤسسه او الاداره اللي انت تابع لها. دائما بنخلي اساس الفيجوال تشيك عندنا اساس، دائما بنعمل اسسمنتس كل فترات ثانيه. فبغض النظر عن نظام الجوده اللي احنا بنتعامل معانا تمام او بنتعامل معاها، تقريبا الاساسيات واحده لكن تختلف معانا هسه التولز والطرق تبعتنا او الادوات المستخدمه ما بين جهاز والاخر. قد تتشارك بعض الاجهزه في نفس الادوات لكن كل جهاز له حيثيات خاصه فيه لحاله. Quality Control and ACRs MRI Accreditation Program معناته إحنا حنتعامل مع MRI as an ACRs اللي هي American College of Radiology، وطبعا هذول هيئة معتمدة وبشكل كبير، طبعا ما في أي فروقات بينها وبين منظمة الصحة العالمية أو أي منظمة أو وحدة ثانية، تقريبا نفس الشيء. القيم طبعا معتمدة 100%. هسه في عنا تمام، فاحنا راح نكون ماشيين مع الـ ACR اللي عندنا موجود. طيب هسا احنا بالنسبة لعنا هنا بدنا ننهي السيشن رقم 1 على البدري ونرجع على السيشن رقم 2، فبنأخذ بس 3 دقائق او 5 دقائق بنرجع مرة ثانية على السيشن 2 وراح نفوت على الفيديو مباشرة.